اللي عندنا احنا هنا بالنسبه للمحل الحلويات بالذات يصير اقبال اقوى من باقي الايام العاديه. تدري في شهر رمضان يصير موضوع الصايم عنده نقص بالسكريات ما بعد الفطور، فيصير اقباله وين؟ على الحلويات. احنا هاي الحلويات عندنا شويه يصير زخم جدا جدا هي برمضان، ويصير عندنا اقبال. واحنا الحمد لله والشكر فضل من الله سبحانه وتعالى، احنا برمضان كافه الحلويات اللي تعجب المواطن هو احنا نهيئ لها، لان هي اكثريتها تقريبا منتوجاتنا شلون نقول المنتوجات السوريه القديمه، واحنا تقريبا يعني من المحلات القديمه ونعرف شنو طلب الزبون لنا. يعني مثلا هو يصير عندنا طلب مثلا نوع الزنود او الدهينه النجفيه اللي هي بالاصل احنا هاي نشتغلها، والزنود العراقيه نفسها.